يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم استعمال بعض العبارات الشائعة مثل لا سمح الله ولا قدر الله ولا المرحوم فلان المغفور له فلان؟ أما لا سمح الله فأكرهها، لأنها تنبي عن ضغط وإكراه لله عز وجل، والله لا مكره له. وأما لا قدر الله فلا بأس، لأن يعني معنى لا قدر الله أسأل الله لا يقدر هذا. وكذلك المغفور له والمرحوم لا بأس بها أيضا، لأنها ليست خبرا وإنما لها دعاء. كما ولا فرق بين أن تقول فلان غفر الله له أو فلان المغفور له إذا قصدت الدعاء، لأن جملة غفر فعل ماض تدل على أن الغفران حاصل. لكن لما كنت تريد أن تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. كذلك المغفور له اسم مفعول تدل على وقوع المغفرة، لكن لما كنت تريد أنك تسأل الله أن يغفر له صارت جائزة. فيظن بعض العامة أنك إذا قلت فلان المرحوم يعني معناه أن هذا خبر وأن الله رحمه، هذا غلط. أنا أقول مرحوم يعني الذي أسأل الله أن يرحمه، وكذلك مغفور له. إذا حسب قصد المتكلم. إيه نعم. كما أن فلان غفر الله له، إن كان قصدك تخبر بأن الله غفر له هذا حرام، ما يجوز، ما تشهد على الله. هذا الله أكبر.